معنا الأخ جيريس. جيريس من فصوطة، رئيس مجلس سابق لفصوطة، واليوم على ضوء الأحداث الأخيرة في الساحة الانتخابية في فصوطة قرر من خلال بيان وزعه في البلدة أو نشره في البلدة ترشيح نفسه من جديد لرئاسة مجلس محلي فصوطة، رئاسة مجلس محلي في فصوطة. أخ أبو سامر، أخ جيريس، شو الأسباب اللي خلتك ترجع أخرى مرة ترشح نفسك لرئاسة مجلس فصوطة؟ هو المنشور تقريبا بلخص الاسباب كافه، ولكن انا ممكن اشير اليها باختصار شديد. وصل الوضع في البلده الى الحضيض تقريبا من كافه الجوانب. سياسه فصوطة تعتمد على التحالفات القائمه على الرشوه وعلى الضغوط وعلى النهر العائلي اللي هي بالفعل بدل توحيد العائلات ادت الى تقسمتها جميعا. الفساد الاداري والمالي والوظائفي لدرجه انه وصل عدد الموظفين ل 106 موظفين بلده فيهاش حوالي 3000 مواطن. امكانيات المجلس كلها تصرف على الرواتب وعلى المنتفعين وعلى الموالين وعلى المؤيدين، وما فيش رؤية للتطوير أو البناء أو التطور أو المستقبل. وأفضل دليل على ذلك أن البلد من 40 أو 50 سنة لم تستطع أن تجيز خارطة هيكلية اللي هي أساس أي تطور أو توسع أو بناء أو تنظيم أمور الحياة الأخرى التجارية والصناعية وغيرها. وبلغ الامر اوجه حتى في الاونه الاخيره انه صارت الامور حتى الخارطه ترسم بناء على او مفصله تفصيلا تقريبا مخيطه على مقاس فلان وفلان من الناس، و تستمر سياسه المناكفات والعراقيل والابتزاز. كل هذه الامور طبعا دفعتني اكتب هذا المنشور واتوجه لاهل البلد اللي مؤمنين انه ما في طريق غير هذا الطريق للخروج من الوضع الحالي. هل استشرت مجموعه معينه، فئه، مقربين قبل ترشيح نفسك؟ والله استشرت انا طبعا لي علاقاتي في البلد، وزي ما حكيت لك انا كنت رئيس سابق وكان لي كمان علاقات وصداقات وتعالفات. وبعتقد انه في تجاوب ايجابي مع الموضوع ومع التوجه المطروح. ونتأمل كل خير. في اعتقادي أيضا وإيماني أنه لا يوجد طريق آخر، بمعنى يا إما تدخل المعركة الانتخابية كما هي في الوسط العربي عموما، وربما فصوطة هي الأكثر إتقانا من حيث أنه عدد الأصوات محدود ومعروف واللعبة متقنة لدرجة أنه على آخر صوت على آخر ربع صوت تبدأ تشتري صباحا تأييد معين، الظهر بينقلب الساحر على الساحر والمجرة إلى أن يأتي اليوم الأخير فيعرف بعد صدور الدخان اللي بيحكوا عليه. هل هنالك برنامج عمل معين ستقوم به؟ رسمت برنامج معين؟ تقريبا البرنامج راح يكون منطلق من هذه الطروحات المطروحة بالمنشور، وسيتم وضعه طبعا بالقريب بعد التشاور مع الاطراف اللي المشاركه. طبعا ممكن واحد ينفرد بوضع برنامج، وان كان ممكن اي انسان يحط برنامج، بس لازم يكون برنامج يمثل الناس المشاركه والمعنيه والمؤمنه بهذا الطريق. ونامل خيرا، طبعا نامل خيرا من هذا النشاط او الجهد او المحاوله، وليس هناك اي ضرر او ضير لانه في اسوء الاحوال سيبقى الوضع على حاله اذا لم نحقق اي نجاح. ولا نرى اي حرج او خوف او خجل او اي سبب يدفعنا للتراجع عن هذا الطرح اللي موجود في المنشور او النداء كما نسميه. ابو سامر، خلينا نقول اليوم معروف او واضح تقريبا لجميع اهالي فصوطة انه في، خلينا نقول بدون ذكر اسماء، في منافسين اثنين مرشحين حالهم تقريبا للرئاسه. نعم.
خلينا نقول شو بتحب اليوم، انت اليوم صرت المرشح الثالث الواضح، شو بتحب تذكر كلمه كلمتين صغار لمنافسينك في الانتخابات؟ المنافسين اولا كرؤساء يعني مجالس. والله ليس لدي ما اقوله بشكل مباشر لهم كاشخاص، لانه هن عندهم طرحهم ونهجهم وطريقه عمل اتبعوها ويتبعونها، وانا طبعا بيسعدني انه اتنافس معهم، وفي النهايه مش انا اللي بدي اقول، الناخب هو اللي راح يقول الكلمه الاخيره. يعني ادعو زملائي او اخواني او ابناء بلدي المرشحين الاخرين انه نخوض معركه شريفه ونظيفه من كل الوسائل السابقه والملاعيب اللي اتبعت سابقا، وتترفع عن كل السلبيات او الاساءات الشخصيه والمضره في مستقبل البلد او مصلحتها او في كرامه الناس، ونكون حضاريين. يكون الهدف او التنافس على اقناع الناخب وليس شراء ذمم من الضمائر او الرشوه او الصفقات المشينه او الابتزاز او كل هذه الوسائل المخجله. ونامل انه نتوصل الى نتيجه جيده. وماذا تقول لاهالي فسوط عامه بمناسبه اقتراب الانتخابات، ليوم الانتخابات كذلك؟ اوجه طبعا كلمه لكل سكان البلده الحبيبه انه يحطوا امام عينيهم مصلحتهم ومصلحه الاجيال القادمه ومصلحه البلد عموما وليس المصلحه الشخصيه فقط، وانه يحكموا بعين المتجرده من التحيز او التجني او المصلحه او الابتزاز او الضغط، انه يستعملوا ضمائرهم الحيه ويحكموا بناء على معطيات موضوعيه تتعلق كما ذكرت بكفاءه المرشح، بقدراته، بماضيه، بتجاربه، بطروحاته، ببرنامجه، وليس ب ما يقدمه من رشوة أو وظائف أو أرباع وظائف أو أخماس وظائف كما يتم الوضع حاليا، لوصلنا إلى الحضيض.